بدأ ملفه أو مسؤوله الملف الفلسطيني والإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية هادي عمرو بدأ جولة في الشرق الأوسط لبحث عملية السلام بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، إضافة إلى مناقشة جهود التهدئة في قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السبب الرئيس لزيارة عمرو يتمثل في التعرف عن قرب إلى المسؤولين الجدد في الحكومة الإسرائيلية وسياستهم فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة والآلية الجديدة لنقل الأموال، كما سيناقش المسؤول الأمريكي سياسة هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية. وللمزيد ينضم إلينا من القدس مراسلنا أحمد الدراوشة. أحمد، يعني ما المنتظر من هذه الجولة للمسؤول الأمريكي وكيف ينظر إليها أيضا فلسطينيا؟ جولة طويلة بالفعل جمال، سيمكث عمرو هنا حوالي أسبوع من يوم الأحد وصل بالأمس، وسيبقى حتى يوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء الذي سيليه سيعقد اجتماعات. أيضا محور هذه الاجتماعات بالإضافة لما ذكرت سيكون بالأساس تخفيف معاناة الفلسطينيين بتعبير المسؤولين الإسرائيليين، بمعنى أنه لن يبحث بالقضايا السياسية الكبرى، التهدئة، حل الدولتين وما إلى ذلك من المواضيع، إنما سيبحث في أمور عينية محددة هي تخفيف معاناة الفلسطينيين، في إشارة إلى ربما إجراءات إسرائيلية محددة في قطاع غزة، منها مثل ما ذكرت نقل أو آلية نقل المساعدات المالية القطرية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى سياسة هدم المنازل وما إلى ذلك. على صعيد اللقاءات سيعقد لقاء مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بطبيعة الحال، ولكن أيضا برجال أعمال فلسطينيين وإسرائيليين من القطاع الخاص. الولايات المتحدة يبدو أنها تسعى خلال الفترة المقبلة على تعزيز الاستثمار بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين، بين رجال الأعمال من الضفة الغربية ورجال الأعمال الإسرائيليين، لذلك سيجري لقاءات في بيت لحم وتل أبيب بالإضافة إلى اللقاءات التي سيجريها في القدس وفي رام الله. تتزامن هذه الزيارة وهذا القرار عبر تشجيع استثمارات القطاع الخاص مع قرار أمريكي آخر هو وقف العمل بصندوق إبراهام الذي كان من المفترض أن يشجع الاستثمارات بين إسرائيل وبين الدول التي طبعت علاقاتها معها خصوصا الإمارات. الإدارة الأمريكية كما نشرت صحف إسرائيلية الأسبوع الماضي قامت بإيقاف هذا الصندوق الذي هدف لرعاية هذه الاستثمارات، وفسر في إسرائيل على أنه رغبة أمريكية في إيلاء أهمية أو أن تكون الأولوية هي للاستثمارات بين إسرائيل وبين الفلسطينيين وليس لاستثمارات التطبيع على حساب القضية الفلسطينية، رغم أن الإدارة الأمريكية الحالية بطبيعة الحال هي تدعم تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين الفلسطينيين. وزير الخارجية الإسرائيلي يابير لابيد من بروكسل وضع سقفا لزيارة هادي عمرو عبر القول أنه رغم إيمانه الشخصي بحل الدولتين لكنه لا يرى إمكانية لتنفيذه في هذه المرحلة، نعم. ويرى أن الأولوية هي مرة أخرى لرفع معاناة الفلسطينيين وأنه سيقبل بكل مبادرة في هذا الصدد، بمعنى أن الإدارة الأمريكية ستركز على الأقل نعم. خلال الفترة المقبلة على مساعدات إنسانية كما تسمى لقطاع غزة بالإضافة إلى الأوضاع في الضفة الغربية. أحمد الدراوشة من القدس، شكرا جزيلا.